يعني عفوا هو ليس هذا السبب حقيقة، إنما هي ذريعة اتخذت. وإلا اليوم نحن إذا ننظر إلى أي أتباع ملة، أتباع اليهودية وأتباع النصرانية وأتباع الطوائف الأخرى، تجد قطعا فيهم من شذ عن منهج عن المنهج الحق الذي يرفع، أو عن الدعوة، على الأقل على الدعوة التي هي مرفوعة بغض النظر عن كونها حق أو باطل. وبالتالي هنالك انحرافات حتى في كل مهنة، في كل فئة، في كل عشيرة، في كل بيت هنالك انحرافات قطعا لا تحسب على هذا البيت، ولا تحسب على هذا على هؤلاء القوم، ولا يحسب على الدين. نحن حين نريد أن نحاكم ملة ومذهب ومنهج، نحاكمه وفق أفكاره وفق شعاره، دستوره. دستور الإسلام دستور الرحمة، واضح للعيان وصارخ للبرهان، وبالتالي هذا من المسلمات. أما إذا ارتكب بعض المسلمين فالإسلام حجة على هؤلاء المنحرفين، والإسلام أيضا جعل هؤلاء في خانة من يجب أن يحاسبوا ويعاقبوا، لأنهم اتخذوا العنف منهجا واتخذوا الإجرام مسلكا، وبالتالي هؤلاء خارجون عن ملة الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبالتالي هؤلاء معروف منهج شاذ لا يمكن بحال أن يحسب على الإسلام، وهؤلاء خارج نطاق يعني أن يحسبوا أو أن يتخذوا ذريعة للطعن في الدين. وبالتالي الإسلام بعيد عن العنف، هذا أولا، هذه من المسلمات. أما اليوم أن نأتي إلى أن أترك مليارات من المسلمين على مدى القرون، وأترك منهج واضح ونبي الرحمة وملة واضحة، ثم أذهب للاتخاذ إلى نموذج سيء من أتباع أي مذهب كان، وبالتالي أحكم على هذه الملة وأحكم على هذا الدين من خلال هذه النظرة الضيقة، يعني هذا أشبه أجلكم الله بالذباب الذي لا يقع إلا على الأوساخ. وبالتالي وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. يعني هذا اليوم هو تراجع وقال: أنا أقصد أنهم أذاهم، يعني في تصريح الأخير على قناة الجزيرة، ولكن قطعا هو يعلم علم اليقين أن كل ما تلفظ به أو أن تأييده هو باطل، ولكن هو أراد من خلال هذه أن يقع على الأوساخ، أن يقع على المساوئ التي هي قطعا الدين تبرأ منها. دكتور، هنا أيضا مهمة جلية كما ذكر الدكتور جزاه الله خيرا، اليوم أعتقد هذه فرصة ذهبية اليوم، كما قبل أيام رأيت أن شيخ الأزهر جعل منصة للتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام بجميع اللغات، وكان هذا كرد فعل على ما قاله ماكرون. بالتالي اليوم أعتقد اليوم فرصة سانحة للدعاة وللعلماء وللمسلمين أن يبرهنوا فعلا أن هذا الدين هو دين الرحمة، دين السماحة، دين الأخلاق، هو أنه بعيد عن العنف. كل يعبر بما يستطيع، الدعاة يعبرون، الإعلاميون يعبرون، العوام يعبرون، خاصة في الغرب اليوم المتواجدون يعبرون بصور، بتعبيرات، برسومات، عبر وسائل التواصل، يعبر كل منهم عن قيمة، معنى عن قيمة حقيقية من قيم الدين، عن معنى جلي من معاني الشريعة. تكون المهمة عظمى، نستغل هذا الحدث لكي نعيد أول شيء نرجع إلى ديننا بعد هذا الوهن الذي أصابنا، وبعد هذا يعني الابتعاد حقيقة المخزي عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي مكن وجعل ذريعة لمثل هذا أن يطعن. هل يستطيع اليوم أن يطعن اليوم بالصهيونية أو اليهودية، أو أن يطعن بجمهور مسيحي أو بملة معينة؟ حقيقة هذه أيضا دلالة على أنه لا بد أن نرجع إلى موقعنا في العالم اليوم، وعلى مدى تأثيرنا. كان المقاطعة أثر كبير، وهذا أيضا من حسن تصرف المسلمين اليوم أن يبرهن عن قوتهم. دكتور، راح أجيك على المقاطعة.